اسالوا فضيلتكم شيخ صالح عن جمله الصلاه خير من النوم في صلاه الفجر، هل هي في الاذان الاول او في الاذان الثاني لتنبيه الناس؟ جزاكم الله خيرا. صلاه خير من النوم في الاذان الثاني، اذا كان هناك اذانان في الفجر، اذان قبل الفجر من اجل ان يستيقظ الناس ويتهيئوا لصلاه الفجر، والذين يصلون من اخر الليل ينهون صلاتهم بالذكر، هذا وظيفه الاذان الاول ويكون قبل الفجر. واما الاذان الثاني فيكون على طلوع الفجر، يكون بعد طلوع الفجر من اجل الاعلام بدخول وقت الصلاه، وهو الذي يقال فيه صلاه خير من النوم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم.